مرحبا، معكم عماد من ليفل اب، وفي هذا الفيديو راح اشرح لكم كيف تفتح الضربات القاضية في كابتن ماجد وكيف تفتح المنتخبات كلها خاصة امريكا والبرازيل، وراح احكي عن كثير امور ممكن تفيدكم في اللعبة. فاذا شفت ان المقطع مفيد يا ريت تساعدوني بنشره لاصدقائكم، ولا تنسوا تشتركوا في القناة ليوصلكم كل جديد. عشان تقدر تلعب ضد أمريكا أو البرازيل لازم تضبط علاقتك معهم، كل شيء بالواسطة بمشي. إذا ضبطت علاقتك مع لاعبين برازيليين راح يتغير جدول مبارياتك وتتحدى البرازيل بدل ألمانيا في النهائي، وإذا ضبطت علاقتك مع أمريكان راح تتحدى أمريكا في النهائي. طبعا هم بيسألوك بنص الطريق إذا حابب تغير مسارك لأمريكا أو البرازيل أو تضلك على ألمانيا. طيب السؤال، كيف تضبط علاقتك معهم؟ لما تخلص قصة نيو هيرو للمرة الأولى راح يعطوك فلوس، الفلوس هاي بتروح تفتح فيها بطاقات، والبطاقات طبعا تفتحهم من الشوب موجودين زي ما انتو شايفين في الشاشة، وهيك بصير عندك بطاقات للاعبين كثير، حتلاقي منهم لاعبين من أمريكا أو من البرازيل. لما تبدأ القصة مرة ثانية وتخلص الجزء الأول منها راح يحكوا لك اختار 5 شخصيات أو بطاقات بدك تكون صداقة معهم. إذا بدك البرازيل فبتحط شخصيات من البرازيل، وإذا بدك من أمريكا بتحط شخصيات أمريكا، أو حط الموجود عندك. وإذا حطيت 5 شخصيات برازيليين وأمريكان ما راح تستفيد شيء، لأنه بالآخر حتلعب ضد واحد منهم، فلازم ترجع تعيد القصة مرة ثانية عشان تلعب ضد الفريق الثاني. وإذا الموضوع شوي ممل وطويل تقدر تعمل سكيب لكل المشاهد من الإعدادات، هيك بتخلي اللعبة أسرع شوي. بس بدك تدير بالك في مشهد واحد بس راح يبين، وساعتها أوعك تعمل مثلي. أنا لما شفت المشهد حكيت شو اللعبة الغبية هاي، أنا كم مرة لازم أعمل سكيب للكاتسين، وسلخته سكيب. وهو في الواقع هذا المشهد حاطينه عشان يعرضوا لك المنتخب البرازيلي أو الأمريكي ويسألوك إذا بدك تاخذ طريقهم أو لا. إذا عملت سكيب فحتلعب طريق ألمانيا وما راح تقدر تعدل، وبمجرد ما تفوز عليهم راح تقدر تلعب فيهم في طور التحديات. وهذا بالنسبة لمنتخبات أمريكا والبرازيل وهم الصعبين. أما لما تختم بالختمة العادية أول مرة راح يطلع لك كل المنتخبات الثانية. وهلأ نيجي للضربات القاضية أو الضربات الثنائية. في تحديات أو تشالنجز لازم تعملهم عشان تفتح كل شغلة، والتحديات أثناء المباراة. مثلا عشان تطلع ضربة ماجد وبسام لازم تشوت على حارس مرمى ألمانيا 3 مرات ويصدهم، وبعدها بيعطوك الضربة الثنائية بينهم. ومثل ما انتو شايفين هون بتلاقي التحديات لكل مباراة، واول شيء مكتوب هو الشرط المطلوب منك لتبدأ التحدي. امرات بطلب منك تعمل تبديل مثلا او تدخل لاعب معين، وتحتها بتلاقي التحدي نفسه، مثلا انك تشوت 3 مرات على الحارس او تعمل ضربة قاضية بلاعب معين. وتحت بكتب لك اذا عملت التحدي شو المكافآت اللي حتاخدها. لازم تعمل كل التحديات عشان تطلع كل الضربات القاضية. وبخصوص الإضافات، الشركة أعلنت عن وجود 9 شخصيات إضافية. ما في أي تفاصيل عن قصة أو منتخبات زيادة، بس لما تخلص القصة الأولى في اللعبة بيحكوا لك to be continued، فأتمنى هذا الشيء معناه أنه في قصة جديدة قادمة، خاصة قصة الشخصيات لما تكبر وتروح كأس العالم. اللعبة محتاجة محتوى أكبر شوي، وأكيد بتمنى يكون في منتخبات أكثر، بس حاليا الإضافة عبارة عن 9 شخصيات بس، وغالبا حتكون شخصيات ضمن المنتخبات الموجودة، مثل شخصية غريب من الأنمي إذا بتتذكروه، واحد من أصدقاء ماجد. والشخصيات هاي راح تتوفر على مدى الأشهر القادمة. في أخبار أو إشاعات بتحكي أنه أول شخصية راح تنزل في شهر 12. هلا في شغلات مهمة لازم تركزوا عليها بتفيدكم في اللعب، وهي المهارات أو السكيلز، وهدول بيرفعوا مستوى فريقك بشكل خرافي وبخلوا المباراة كثير أسهل إلك. إذا سحبت عليهم مثل ما أنا عملت في البداية راح تتغلب شوي وممكن تخسر كم مباراة، لأنه في مهارات بتساعدك تقلب النتيجة، مثل إنها بتقوي اللاعب لما يصير تعادل أو لما تكون خسران بالنتيجة، وفي مهارات بتطور المراوغة عندك وبتصير تعملها بشكل أسهل وأسرع. اللعبة فيها كثير شغلات، مش مجرد لعبة تختمها وترميها. إذا بتحب أنمي كابتن ماجد أو سلسلة الألعاب تبعته فأنصح فيها، اللعبة كثير رهيبة وفيها أفكار ومهارات وتحديات، مش كل شي فيها سهل أو مجرد قصة وتختمها. وصحيح محتوى القصة قصير وكنت أتمنى يكون أكبر شوي، بس مش من الألعاب اللي تعملها سكيب من قائمتك. آخر ملاحظة، الناس اللي واجهوا مشاكل وتعليقات في نسخة البي سي، واحد من أصدقائي لقالها حل مؤقت على ما الشركة تطلع تحديث، والحل إنك تغير من الإعدادات فول سكرين تخليها إشي ثاني وتخزن الإعدادات وتطلع وترجع تدخل مرة ثانية وترجعها فول سكرين مرة ثانية. المفروض هيك بتنحل مشكلة التعليق لو صارت معك. أتمنى يكون المقطع عجبكم، وإذا حابين تشوفوا مقاطع ثانية للعبة اكتبوا لي بالتعليقات، وإن شاء الله بنعمل شيء يعجبكم. كان معكم عماد من ليفل أب، في أمان الله.